مستكشف صغير، طفل بطموح كبير، يدفعني حب الترحال لأجوب سهولا وجبال وأعود بعلم غزير. أنا مستكشف صغير، المستكشف الصغير. تفضل يا صديقي حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من برنامج المستكشف. اليوم كانت لنا جولة جميلة في أرجاء الغابة، أكيد مع صديقي المستكشف. أهلا وسهلا يا صديقي حسن، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. هل أنت مستعد ننطلق الجولة ويا أصدقائنا الأطفال؟ طبعا يا صديقي حسن، أنا مستعد. هذه الجولة لهذا اليوم ليش؟ من خلال رحلاتنا الاستكشافية اللي صارت أنا وصديقي حسن، أكيد تعرفنا على الكثير والعديد من أنواع الحيوانات بالغابة، ومن خلالها دونا أنا وصديقي حسن شنو؟ الأسئلة، صحيح؟ صحيح. أحسنت صديقي حسن، صدوق سؤال، شنو الجائزة؟ الجائزة شنو؟ الجائزة جهاز آيباد. واو، ممكن تكرر شنو الجائزة؟ الجائزة جهاز آيباد مقدمة من قناة كربلاء الفضائية. أحسنت. إذن صديقي حسن، أحسنت صديقي حسن، بالمناسبة أقدر أني أخذ هذا الآيباد؟ لا صديقي، الآيباد لأصدقائنا الأطفال. حسن، وأنا وياك دونا الأسئلة، أنت تعرف أجوبتهن. صحيح. أصدقائنا الأطفال، هو جهاز تابلت. صديقنا حسن بالغلط قال آيباد، هو تابلت، وأني أريد تابلت وأقدر إن شاء الله أفوز أني بالتابلت، شو تقول؟ لا يا صديق المستكشف، ما يصير، أنت تعرف الأجوبة مع الأسئلة اللي دوناها. فلازم أصدقائنا الأطفال يتصلون ويشاركون حتى يحصلون على الجائزة واللي هي جهاز تابلت. أحسنت أحسنت يا صديقي حسن. صديقي حسن، قبل لا نبدأ أنا وياك، كان بالجوار من عندنا أرنب، وبالبعد من عنده شنو كانت؟ أكو سلحفات. فأني من دخلت هنا المكان مالتنا المخيم، وكنا يعني إذا نركن السيارة، شفت الأرنب يعني ركض بشكل سريع، هو يخاف، بس السلحفات شفتها على كيفها تمشي، على كيفها تمشي. إيه، السلحفاة بطيئة والأرنب سريع. وتذكرتني بقصة الأرنب والسلحفاة، شو رأيك أروي لك إياها أنت والأصدقاء؟ أصدقائنا الأطفال، حسن حيروي لنا قصة جميلة، يلا خلينا نشوف، خلينا نسمعها، خلينا نسمعها. فد يوم دافئ وهادئ، كان أكو أرنب ده يتمشى، شاف سلحفاة بطيئة، قام يضحك عليها. ليش؟ تقول ليش؟ هو ليش ضحك عليها؟ لأنه هي بطيئة، وهو كان مغرور ويقول هاي بطيئة وأنا أسرع منها. والسوى بعدين؟ قللها شن رأيك نسابق أنا وياك؟ شون 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 يسابقون؟ لا 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 لا، أكيد هي الأرنب لح يسبق السلحفات، يعني هو سريع. اصبر اسمع القصة. يلا. من قللها يلا تعالي نسابق، السلحفاة وافقت، السلحفاة كانت شجاعة. تمام. اتفقوا على المسار مال خط البداية وخط النهاية. أحسنت. وبدأ السباق بين الأرنب والسلحفاة. صديقي حسن، صديقي حسن، القصة مو مقنعة، يعني السلحفاة بطيئة، الأرنب سريع، أكيد حيوصل. اسمع اسمع، ما يصير تحكم على شيء من غرافه. تمام، اسمعك. انه اتفقوا على المسار،
أي. وبدا السباق بين الارنب والسلحفاه. زين. الارنب انطلق والسلحفاه بعيد. بعيد اكيد. حتى لو رحت يم السلحفاه ما تشوفه. زين. فهو كان واثق كلش من سرعته. اكيد. حتى انه هو نام نص السباق. سواه؟ نام نص السباق عبال انه عنده وقت قبل ما توصل للسلحفاه. يعني قصدك انه هو قال خلي انام باعتبار سلحفات بطيئه ما توصل، مو صحيح؟ اي صحيح. وبعدين شنو اللي صار؟ لها قصه صارت حلوه. اوقفوا السلحفاه بدت تمشي خطوه بخطوه نحو نهايه مضمار السباق. زين. والحيوانات كانوا يشاهدون. اي وبعدين؟ من قام الارنب المغرور صدم انه الحيوانات يم نهاية مضمار السباق والسلحفاة وياهم. أيه. كان باقي لها خطوتين وتوصل، فهو راح يركض مهرول. أي. لكن بعد فوات الأوان. أيه؟ إنه السلحفاة عبرت خط النهاية. وفازت على الأرنب المغرور والكسلان. صحيح، لأنه كان كسول. صحيح صحيح. أصدقائنا الأطفال أتمنى استفادتوا من هذه القصة، إنه الأرنب المغرور بالأخير خسر بسبب غروره، ولكن الأرقام ستظهر أسفل الشاشة يا أصدقائنا الحلوين. يا صديقي المستكشف. نعم. شنو استفادت من هذه القصة؟ أنا استفادت من هذه القصة أنه صحيح هو كان مغرور، لكن ما يصير يستهين بقدرات الآخرين. ليش؟ لأن السلحفات كان عندها عزم أنه هي تريد توصل إلى خط النهاية، وهي وصلت لخط النهاية. وإحنا لازم يا أصدقائنا ما نكون متكبرين. أحسنت أحسن. ونضحك على فد واحد نستهزئ به يقول إحنا أحسن منه. أبد أبد أبد. حسن، هذا بالخط الأزرق شنو هذا اللي ظهر؟ هذا أرقام الشاشة. أرقام الاتصال راح يتصلون أصدقائنا. إيه. ويتصلون علينا يحصلون الجائزة. أحسن. الجهاز اللي هو شنو؟ آيباد. تابلت. تابلت. أنا قلت آيباد وأنت مرة تقول آيباد وأنا أقول تابلت. هو شنو؟ تابلت. جهاز تابلت. أحسن. أنا إن شاء الله. حسن عندك موبايل؟ موبايل. إيه. اعطيني اتصل حتى احصل الجائزه. ما يصير انت تتصل، لازم اصدقائنا الاطفال يتصلون. انت تعرف الاجوبه. صحيح عارف الاجوبه. اصدقائنا الاطفال الحلوين، اسئله جميله. وعندنا شنو؟ عندنا جهاز. جهاز شنو؟ جهاز تابلت. تابلت. ايه زين. اصدقائنا هاي الارقام اللي ظهرت اسفل الشاشه، وشكرا صديقي حسن على هذه القصه الجميله اللي انت شنو؟ اليوم حكيت لنا اياها. يا سلام يا سلام. اصدقائنا الاطفال الحلوين، الارقام موجوده، اتصلوا علينا والجائزه بانتظاركم، وجائزه جميله جدا تستفادون من عندها وتقولون احنا شاركنا في برنامج المستكشف. صحيح؟ صحيح. اكو اتصال؟ هسه راح تنفتح الاتصالات. اتصال اول مع صديقي اتصال. حسن. الو السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. رقية. الو رقية من كربلاء. الو. نعم. الو رقية ارشد من كربلاء المقدسة، جاهزة للسؤال؟ الو. اهلا وسهلا صديقتنا رقية. اهلا وسهلا، تسمعيني؟ نعم. انا المستكشف وصديقي حسن. اسمعي السؤال الاول من صديقي حسن. السؤال سيظهر على الشاشة. سيظهر السؤال يا صديقتنا. السؤال الأول يقول: في أي مكان يعيش البطريق؟ هل هو في القطب الشمالي أم القطب الجنوبي أم أفريقيا؟ شمالي. القطب الشمالي. لا لا لا، حاولي حاولي. فكري شوية. الشمالي لو الجنوبي؟ جنوبي. الجنوبي. نشوف نشوف الإجابة. إجابة صحيحة. أحسنتي. زين يلا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني وياك يا صديق المستكشف. حيوان لديه حاسة الشم في لسانه. حاسة الشم في لسانه، هل هو الضفدع أم الثعبان أم السنجاب؟ الأفعى، السنجاب، الضفدع. الأفعى،
السنجاب الضفدع؟ أربعة. الأفعى. وإجابة صحيحة. أحسنتي أحسنتي. دخل اسمك ويانا بالقرعة. أحسنتي يا صديقتنا، شكرا جزيلا، واسمك دخل ويانا بالقرعة، وإن شاء الله تفوزين بجهاز اللي شنو؟ جهاز تابلت. التابلت. يلا أصدقائنا الأطفال الحلوين، ناخذ متصل آخر إن شاء الله، وإن شاء الله كلكم شنو؟ رح تفوزون وين؟ ويانا بالقرعة، ولكن نهاية الحلقة حيكون فائز واحد فقط، متفقين؟ إذا عندنا اتصال احنا جاهزين. يلا أصدقائنا. هل هناك اتصال؟ عبد الله من بابل، عبد الله من بابل، سلام عليكم، المستكشف معك. عليكم السلام. أنا مثلا صديقي، عبد الله شنو اسم بابا؟ اسمه حسنين. عبد الله حسنين من بابل. عبد الله حسنين. أنت بأي صف؟ بالسادس. السادس ابتدائي؟ نعم. آه، شلونك بالرياضيات؟ زين. جيد، أنا المستكشف شوية ضعيف بالرياضيات. يلا، نشوف السؤال، جاهز؟ نعم. أكيد جاهز، أنت شاطر، وحيكون مع صديقنا حسن. السؤال الأول. السؤال يقول: ما هو نوع السمك الأسرع في السباحة؟ الحوت الأزرق أم سمكة القرش أم السمكة الشراعية؟ الحوت الأزرق. لحظة، الحوت الأزرق هو أكبر كائن بالبحر أو بالكرة الأرضية كليتها، فأتوقع أنه هذا كبير، يعني هل تتوقع أنه هو سريع؟ ما أتوقع. أكو سمكة شراعية وسمكة القرش، الشراعية والقرش. السمكة الشراعية. السمكة الشراعية. خلينا نشوف. نشوف الإجابة. إجابة صحيحة. أكيد السمكة الشراعية، لأنه زعانفها الشراعية تساعدها الانطلاق بسرعة كبيرة. زين، خلينا نشوف سؤال آخر. سؤال آخر. تدرون يعني السؤال الثاني. يلا، اسم أبطأ حيوان بالعالم. شوف هذا السؤال عكس ذاك السؤال. هل هو السلحفات اللي قال عليها صديقنا حسن بالقصة؟ لو الحلزون هذا الصغيروني؟ لو حيوان الكسلان؟ الكسلان. أنا نكرر السؤال. السلحفات، لو الحلزون الصغيرون، لو الكسلان. الحلزون. نشوف الإجابة. إجابة صحيحة. يا سلام. أحسنت يا صديقنا. أكيد الحلزونة هي أبطأ الحيوانات، ليش؟ لأن حجمها صغير وبطيئة بالحركة. وبالصحيح الكسلان أيضا بطيء، لكن الحلزون أبطأ منه. صديقنا حسن مجتبى من بغداد. مجتبى من بغداد؟ نعم. لا، من ميسان. من ميسان. أهلا وسهلا. يلا حسن معك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مجتبى شنو اسم بابا؟ اسمه مجتبى. مجتبى قاسم. مجتبى قاسم. يا صف رابع. جيد. جاهز للسؤال؟ ايه. شوف السؤال. السؤال، شوف السؤال مع صديقنا مجتبى، وإن شاء الله يكون سهل. السؤال يقول: كم سنة يستطيع الحلزون النوم؟ يوم واحد أم ساعة واحدة أم ثلاث سنوات؟ ثلاث سنوات. واثق صديقنا من الإجابة؟ نشوف. نعم. نشوف الإجابة. إجابة. أحسنت يا صديقنا، 3 سنوات فعلا، فشي غريب، ويا سبحان الله انه هذا الحيوان صغير ينام هذه المدة كليته. أحسن، نشوف السؤال الآخر مع صديقنا، ونقول له: في الأسابيع القليلة الأولى صغار الفئران تتغذى على ماذا؟ على بقايا طعام أم حليب الأم أم على الحشرات؟ صديقنا الحشرات. لا، اكو واحد بصفك نقطك فد اجابه حلوه. حليب الام. نثبت.
نتأكد؟ اي ثبت نثبت. هنشوف الإجابة. إجابة صحيحة. يا سلام. أحسن فعلا. صغار الفئران في بداية الأسابيع الأولى تعتمد على حليب الأم. يا سبحان الله. يلا شكرا شكرا لكل أصدقائنا اللي اتصلوا بينا واسمك دخل ويانا بالقرعة. والآن احنا بانتظار شنو؟ بانتظار متصل آخر، وحيكون المتصل معي أنا المستكشف. هل أنتم جاهزون يا أصدقائنا الأطفال؟ جاهزين 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 أصدقائنا أصدقائنا الأطفال الحلوين. اليوم حلقتنا رح تكون رحلة استكشافية. كانت أنا وصديقي حسن سوينا بحوث عن جميع الحيوانات، أو مو جميع الحيوانات، أغلب الحيوانات، ودونا هذه البحوث على شكل أسئلة وانطلقت لي أصدقائنا الأطفال الحلوين. علماً أن البرنامج أكيد علماً أن البرنامج كل يوم أربعاء إن شاء الله الساعة 3 مساء. صديقنا محمد مهدي، السلام عليكم. صديقنا محمد مهدي، ألو صديقنا محمد تسمعني؟ ألو السلام عليكم محمد. صديقنا محمد ألو. أهلا وسهلا صديقنا حمودي. وعليكم السلام صديقنا حمودي من البصرة الجميلة. كيف حال؟ شلون البصرة؟ شلون البصرة؟ أهلا وسهلا. حمودي نصي التلفزيون واسمعني من التليفون. نصي التلفزيون. اي نصي التلفزيون. نصيته؟ نصيت التلفزيون؟ نصيت التلفزيون؟ اي تمام اوكي هسه اقدر اسولف وياك. صديقنا حمودي انت من البصرة الجميلة، واليوم حاسألك اسئلة جميلة وان شاء الله تفوز ويانا. يلا نشوف السؤال الاول مع صديقي حسن. السؤال سيظهر على الشاشة. السؤال الأول يقول: كل الأرجل الست للنملة مرتبطة بأي جزء منها؟ الصدر أم الظهر أم الرأس؟ كل الأرجل الست للنملة مرتبطة بأي جزء منها؟ الصدر أم الظهر أم الرأس؟ ها صديق لا دقيقة دقيقة، يعني ماكو واحد مثلا برأسه، يعني ولا اكو واحد أرجل بظهره. ها الصدر. إجابة منطقة الصدر. أحسنت. إجابة صحيحة يا صديقي. يا سبحان الله الأرجل الستة مرتبطة بكلها وين؟ في منطقة صدر النملة. أحسنت. يلا سؤال الآخر يقول: الأرنب بداية ولادته لا ترى لا تسمع لا شنو؟ لا تشم. لا تشم. ها ما يشوفون لو ما يسمعون لو ما يشمون. لا ترى لا ترى. خلينا نشوف الاجابه. اجابه صحيحة. صديقنا حمودي انت فرحان لانه جاوبت اجوبه صحيحه؟ تتصل بينا ان شاء الله الاربعاء القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. مع صديقي حسن. حسن اتصال لك. الو السلام عليكم. حيدر حميد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حيدر من نيا محافظة كربلاء. احسنت كربلاء المقدسة. يلا جاهز السؤال؟ جاهز. يلا تفضل. يلا حسن. السؤال يقول: أي حيوان لديه أعلى ضخ الدم؟ الأسد. أي حيوان لديه أعلى ضغط دم؟ الأسد أم الزرافة أم الحوت؟ يعني ضغط الدم عالي حتى يصعد لفوق. الأسد لو الزرافة لو الحوت؟ الزرافة. الزرافة. نشوف الإجابة. أحسنت. صديقي الزرافة أعلى ضغط دم. ليش؟ لأنه يعني حتى الدم يوصل وين؟ يوصل إلى منطقة الرأس.
أحسنت يا صديقنا. نعم يلا نشوف سؤال آخر لصديقنا. السؤال يقول أي حيوان لا ينام، يعني ما ينام نهائيا؟ هل هو لا للأسف انقطع الاتصال مع صديق. ينزل اسمه بالقرعة لأنه هو جواب صحيح، ينزل اسمه بالقرعة. شكرا شكرا محمد من كربلاء المقدسة، نقول له السلام عليكم صديقنا حمودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا محمد، شنو اسم بابا؟ ها؟ اسم بابا شنو؟ مهدي. محمد مهدي. محمد مهدي من أي محافظة؟ من كربلاء. من كربلاء. أحسنت زين من كربلاء. يلا السؤال الأول انتبه زين حيكون مع صديقنا حسن، تفضل يا صديقي حسن. السؤال يقول أنثى الغزلان تسمى ظبية لبوة أم قشعم؟ أنثى الغزلان شنو تسمى؟ ظبية أم لبوة أم قشعم؟ ظبية؟ ظبية. ظبية؟ انثبت؟ ايه انثبت. إجابة صحيحة. صحيحة. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. نعم يلا هسه خلينا نشوف السؤال الآخر. سؤال آخر، أها ما هي أقوى حاسة عند الكلاب؟ هل هو الشم أم النظر أم السمع؟ هن كلهن أقوياء عنده، لكن عنده وحدة يتميز بها. أقوى وحدة. ويستعمل وين؟ للاستكشافات. الشم الشم الشم. ثبت. و ثبت. متأكد؟ إيه. يلا خلينا نشوف. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. والدليل يستخدموه وين؟ للاستكشافات البوليسية، عندما يعني من يبحثون عن حاجة معينة الشغلات البوليسية يستعملون الكلاب. ليش؟ لأن حاسة الشم مالها قوية. أحسنت. يستخدموه للتفتيش. أحسنت. عندنا سؤال آخر مع صديقنا حسن. ألو السلام عليكم. استبرق. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. استبرق شنو اسم بابا؟ ماجد. استبرق ماجد. استبرق ماجد. نعم. من اي محافظة؟ كربلاء. من كربلاء المقدسة. احسنتي احسنتي. استبرق شنو رأيك بالبرنامج؟ جميل. شكرا. جميل. عفوا. جاهزة للسؤال؟ ان شاء الله جاهزة. ننتقل للسؤال. السؤال يقول تغير لون أنف الأسد يدل على حجم الأسد أم عمر الأسد أم مرض الأسد؟ تغير لون الأنف عند الأسد من خلال يقدرون يعرفون حجم الأسد، لو يعرفون عمره، لو يعرفون أنه هو مريض أو لا. عمر الأسد. عمر الأسد. نشوف الإجابة. صحيحة. يا سلام. أحسنتي. أحسنتي فعلا من خلال لون أنف الأسد يعرفون عمره. نعم جاهز للسؤال الثاني. ما هو لون دم الأخطبوط؟ هل هو أحمر أم أخضر أم أزرق؟ نص التلفزيون. أزرق. أزرق. تثبتين؟ إيه؟ ثبتين؟ إجابة صحيحة. فعلا ويسمى من الحيوانات الحبارة. ليش؟ لأنه هو دمه لونه أزرق. نعم أحسنتي شكرا جزيلا. يا سلام أصدقائنا الأطفال الحلوين، أبقوا ويانا متواصلين. رح نأخذ فاصل صغير، وهذا الفاصل اللي حيفيدكم أريكم تنتبهون عليه كل زين، وشوفون هذا الفاصل عن شنو حيتكلم. المستكشف الصغير. السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. اليوم راح أحكي لكم عن الفهد أو النمر الصياد. هو من فصيلة السنوريات. الفهد يا أصدقائي كلش سريع،
ماكو نوع من أنواع الحيوانات أسرع منه، يعني هو أسرع واحد بلا منافس. والفهد يا أصدقائي أسرع حيوان على وجه الأرض، ولكن هذه السرعة جعلت الفهود نحيلة يعني ضعيفة، وجعلتها لا تقوى على قتال الضوارب طبعاً الأكبر منها حجماً والحيوانات الكبيرة. والفهود يا أصدقائي من الحيوانات المفترسة التي تتغذى على اللحوم، يساعد جسم المرقط على التخفي والاندماج بسهولة داخل البيئة المحيطة به، كما يساعده على الاختباء من الفرائس اللي يريد يصيدها. ويتميز الفهد بأرجلة طويلة ومخالبة الحادة، ويكون طول الفهد تعرفون ايش كد؟ تعرفون لو لا طول الفهد يا أصدقائي متر ونص تقريبا. شكرا لكم يا أصدقائي على حسن المشاهدة، ألتقيكم بحلقة أخرى، إلى اللقاء. المستكشف الصغير. أصدقائنا الأطفال الحلوين، رجعنا وياكم بعد ما شفنا هذا الفاصل الجميل مع صديقتنا ملوكة. شنو اللي تعلمناه من صديقتنا ملوكة يا صديقي حسن؟ الفهد يتميز انه بسرعته سريع كلش. بعد يتميز مخالبه الحاده وارجله شنو؟ ارجله الطويله. احسن. وبعد شنو يتغذى؟ بس يا صديقي أي. الفهد شوية نحيل، ما يقدر يواجه الحيوانات الأكبر منه. هو مفترس صح، بس الأكبر منه ما يقدر يواجه. ما يقدر. صحيح، أحسنت مثل ما قالت صديقتنا ملوكة ونوهت. يلا اتصالات عندنا جتي مع صديقنا حسن. تقوى يا صديقنا حسن. اتصال تقوى طالب من بلد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقوى جاهزة للسؤال؟ اي نعم جاهزة. خلنا ننتقل للسؤال. احسنتي. السؤال يقول: اي طائر معروف بان له عيون اكبر من دماغه؟ هل هو البطريق ام النعامة ام الصقر؟ البطريق طائر معروف النعامة الدعيون أكبر من دماغه. الصقر وهو أكبر الطيور. الصقر 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 أكبر الطيور. النعامة. النعامة. نشوف الإجابة صحيحة. أحسنتي صديقتنا تقوى، إجابة كانت صحيحة، وإحنا شوية سهلنا الأمر عليك. خلينا نشوف السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني مع صديق المستكشف. شكرا يا صديقي حسن. خلينا نشوف السؤال. السؤال يقول: اي نوع من الحيوانات معروف بانه اسرع طائر بالعالم؟ هل هو النسر ام الخفاش ام صقر الشاهين؟ اسرع طائر النسر. دقيقه دقيقه دقيقه. النسر، الخفاش ام صقر الشاهين؟ صقر الشاهين. صقر الشاهين. نثبت نثبت ونشوف ونشوف. إجابة صحيحة. يا سلام يا سلام. تقوى اسمك دخل ويانا وين؟ دخل اسمك ويانا بالقرعة. بالقرعة. انتظري نهاية الحلقة وإن شاء الله تفوزون بهذا الجهاز الجميل المقدم من قناة كربلاء الفضائية. موفق من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا صديقنا موفق عوده من كربلاء المقدسه. باي صف انت يا صديقنا موفق؟ حمد موفق. ايه بيا صف السادس. صف السادس. احسن. شلونك بالرياضيات صديقنا؟ الحمد لله. انا بالرياضيات مال السادس شويه ضعيف. انتظر ايش صديقنا حسن يدرسني. درسني حسن اذا كان عندنا مجال. ها باوع قام يتردد حسن. انا اروح يا صديقي موفق احسن، هو يدرسني. يلا كيفك؟ ايه صديقنا صديقنا موفق. خلينا نشوف السؤال الاول. جاهز؟ نعم.
السؤال الأول. السؤال الأول يقول: ما هو المخلوق البحري الشهير الذي لديه القدرة على استنساخ نفسه؟ قنديل البحر أم نجم البحر أم الأخطبوط؟ يعني يقدر يستنسخ نفسه. الأخطبوط. زين صديقنا، خلينا نفكر شوية، خلينا نفكر شوية. قنديل البحر، نجم البحر، أخطبوط. قنديل البحر. قنديل البحر. نثبت ان شاء الله. نثبت نثبت. اجابه صحيحه. جات سلام. احسن فعلا. فقنديل البحر عنده استطاعه انه شنو يستنسخ نفسه. احسنت احسنت يا صديقنا. خلينا نشوف السؤال. يقول: الفراشات تستخدم اي جزء من جسمها حتى يعني شنو تتذوق؟ تتذوق تستعمل الانف لو الاجنحه لو الاقدام؟ انف لو الأجنحة لو أقدر. تتذوق الفراشة بواسطة أنفها لو أجنحتها لو بواسطة أقدامها؟ الفراشة. الأقدام. ثبت إن شاء الله. يثبت صديقنا والإجابة صحيحة. فعلا يا سبحان الله، الفراشة من تحط على الزهور بواسطة أقدامها تقدر تتذوق من خلال أقدامها. ويا سبحان الله. نعم مع صديقنا حسن. إذا عندنا اتصال. إيه نعم صديقتنا إيمان. إيمان من النجف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا صديقتنا. إيمان شنو اسم بابا؟ إيمان ما اسم بابا؟ اسم بابا؟ سجاد. سجاد. إيمان سجاد. إيمان سجاد من النجف الأشراف. زين صديقنا حسن اسألها بأي صف هي وشنو معلوماتها؟ إيمان أنت معلوماتك قوية ان شاء الله. نوعا ما. حسن انت بيا صف؟ انت بيا صف رابع. هذا الرابع. زين دقيقه حسن، خلينا نسالها العلوم. العلوم صف الرابع عن شنو يتكلم؟ عن الحيوانات البرمائيه والحيوانات هذا ملح. فاذا انت فقريه والغير فقريه. فاذا هي مستكشفه مثلنا اكيد. دراستها دراستها نفس اختصاصنا. فاذا صديقتنا حتكون شاطره العاد. خلينا نشوف السؤال. سيظهر السؤال. السؤال يقول: ما الثدييات التي لا تستطيع القفز؟ الغزال أم الماعز أم الفيل؟ يعني ما تقدر تقفز. قفز ما تقدر تقفز. الفيل ما يقدر يقفز. انثبت. إيه الفيل. الفيل. إجابة صحيحة. صحيحة. زين صديقتنا برأيك الفيل ليش ما يقدر يقفز؟ نعم. الفيل ليش ما يقدر يقفز؟ ثقيل وزنه كلش ثقيل. وزنه ثقيل. أحسنتي. إذا أنت شاطرة بالصف الرابع أكيد لأن يعني معلوماتك صحيحة ودقيقة. نشوف السؤال الآخر. يقولك: أي مخلوق بحري معروف بأنه يمتلك أكبر دماغ؟ يعني دماغه كبير مبين، رأسه كبير. هل هو حوت العنبر أم الحوت الأزرق أم الدولفين؟ حوت العنبر، حوت الأزرق. الحوت الأزرق. الحوت الأزرق. لا، الحوت الأزرق أكبر كائن على الكرة الأرضية، بس أنا أشك أنه دماغه أكبر من يعني أكبر شيء موجود. الحوت العنبر، الحوت الأزرق، أم الدولفين؟ حوت العنبر. الحوت العنبر. ثبتين. أثبت. نشوف. أو لا، حوت الأزرق. حوت الأزرق. لا، الحوت العنبر. الحوت العنبر مو الأزرق. وإجابتك كانت صحيحة وبقت صحيحة واسمك دخل. صديقتنا أنت هسه لو تروحين وتشوفين الحوت العنبر عنده رأس كبير جدا بالنسبة لحجم شنو؟ حجم جسمه. نعم. اي صحيح يا صديقي المستكشف. نعم. ليش حوت العنبر اكبر دماغ؟ هو سبحان الله هذه نوع من انواع الحيتان اللي هو راسه كبير جدا. زين، لان هي اكو العديد من الحيتان، الاكبر هنا الحوت الازرق، والحيتان البقيه
يوجد أنواع أخرى، منها الحجمها كبير بالنسبة للرأس، ومنها السمينة، ومنها الضخمة الكبيرة. الضخمة الكبيرة مثل نعم. الحوت الأزرق. أحسنت. شكرا. عندنا منو؟ حسين نبراس. السلام عليكم. السلام عليكم صديقك المستكشف اليوم، حتى حتكون وياي آني وصديقنا منو؟ حسن. يلا جاهز انت السؤال؟ بس دقيقة هنتعرف عليه. حسين انت يا صف؟ صف السادس. سادس الابتدائي. معلوماتك شلونها مع الحيوانات؟ الحمد لله جيدة؟ هاي السنة ان شاء الله شلون استعداداتك للدراسة والبكالوريا؟ زينة. أنا متأكد إنه صديقنا حسن شاطر. حسين شاطر صحيح؟ إن شاء الله. أحسنت. يلا صديقنا خلينا نشوف السؤال الأول مع صديقنا حسن ونسولف عن السؤال. السؤال يقول: ما هو الحيوان المعروف أنه يزرع آلاف الأشجار في جميع أنحاء العالم؟ النعامة، لو السنجاب، لو النقار الخشب. يزرع آلاف الأشجار بجميع أنحاء العالم. شوف صديقي، هو شو يسوي؟ هو يأكل الثمار ويذبل شنو النواة مالتها على الأرض، فتبدي هاي النواة شو تسوي؟ تطلع مثل ذني الأشجار اللي ورانا. أي النعامة، لو السنجاب، لو النقار الخشب. سنجاب. منو؟ السنجاب. السنجاب تثبت؟ ثبت. إجابة صحيحة. شوفوا يا أصدقائنا، دائما السنجاب شو يسوي؟ يصعد على الأشجار، يأخذ الثمار، يبدي يأكل هاي الثمار ويرمي شنو؟ يرمي النواة والبذور مالتها وين؟ على الأرض. فمن تمطر السماء تبدي هاي النباتات تظهر من جديد، وهو يساعد في زراعة العديد من الأشجار والنباتات. وهاي المعلومة أتمنى تستفادون منها. يلا نأخذ سؤال آخر. كيف تنام الزرافة؟ هل هي واقفة أم على ظهرها أم تجلس؟ واقفة. وهي واقفة. صديقنا الظهر واثق من الإجابة. نعم. انثبت. انثبت. انثبت انثبت انثبت. إجابة صحيحة. فعلا يا أصدقاء، ويا سبحان الله، هذه الحيوانات الكبيرة الطويلة تنام وهي واقفة على أرجلها. فعلا يا صديقنا، وشكرا جزيلا للمشاركة ودخل اسمك ويانا بالقرعة. يلا عندنا اتصال صديقنا حسن. آيات ويا صديقنا آيات. حسن آيات. السلام عليكم. وعليكم السلام آيات. شنو اسم بابا؟ فؤاد. آيات فؤاد. آيات يا صف. آيات يا صف رابع. رابع ابتدائي. جاهز للسؤال؟ اي. ننتقل للسؤال. السؤال يقول: كم عدد القلوب التي يمتلكها الأخطبوط؟ واحد أم قلبان أم ثلاثة قلوب؟ ثلاثة. تثبتين؟ متأكدة. إجابة صحيحة. أحسنتي. نعم يا سبحان الله، الحيوان الوحيد الذي لديه ثلاثة قلوب هو الأخطبوط. يلا نشوف هسه شنو، نشوف السؤال الآخر. سؤال انتبهي، سؤال حيكون مع صديق المستكشف. شكرا جزيلا يا صديقي حسن. السؤال حيكون يا صديقتنا: ما هي الطيور المعروفة بأنها الطيور الوحيدة اللي ما ممكن انه شنو الطيران الى الخلف؟ اللي هو الطنان التي التي يمكنها الطيران للخلف. عفوا. آيات شنو اسم بابا؟ فؤاد. آيات فؤاد. آيات فؤاد، طيور من الممكن انه تطير الى الخلف، اللي هو الطنان ام البلبل ام الكناري؟ تقدر تطير للخلف. الكناري. كناري. اي يعني نثبت. تقدر؟ أثبت. لا لحظة، الطنان، البلبل، الكناري. البلبل. البلبل. أي نثبت. لا لا أنا ما مقتنع بالإجابة. الطنان. الطنان. نثبت.
أثبت. نثبت. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. يا سلام يا سلام، أحسنتي. صديقتنا الطنان يستطيع الطيران إلى الخلف، نعم، لكن مو مسافات طويلة. يلا أصدقائنا الأطفال الحلوين، باقين وياكم أنا وحسن ورحلاتنا الاستكشافية والمعلومات الجميلة لأصدقائنا الأطفال الحلوين. انقوا ويانا، نروح فاصل صغير وفاصل مفيد ونرجع من جديد. جاهز حسن؟ فاصل ونواصل. المستكشف الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صديقكم حسن. مررت بعدة تجارب في حياتي وقد تعلمت منها الكثير، وسأروي لكم إحدى هذه التجارب. في أحد الأيام كنت أركب السيارة مع والدي وكان الجو جميلا جدا. يا أصدقائي، كان الهواء ممتعا جدا. وقد فكرت في أن أخرج جسمي من النافذة، فالهواء الذي يلاعب شعري ممتع جداً، وهذا يمنحني الشعور الجميل وكأنني أطير. لكنني تذكرت نصيحة والدي لي عندما قال إن إخراج جسمي من السيارة يعرضني إلى السقوط من السيارة. ارتطمت بالأشجار، يا إلهي! لذلك قررت يا أصدقائي أن أكون داخل السيارة وأفتح النوافذ للاستمتاع بالهواء الذي يلاعب شعري أيضاً من دون أن أتعرض للخطر. وأنتم يا أصدقائي، احرصوا على سلامتكم ولا تخرجوا أجسادكم من نوافذ السيارة. دمتم بخير. المستكشف الصغير. صديقنا حسن، شفت صديقنا حسن الآخر سوى بالسيارة؟ انت شنو استفادت؟ أنا استفادت أنه مرة ثانية من أركب بسيارة ما أطلع راسي منين؟ من النافذة. ليش؟ حتى لا أعرض نفسي للخطر، عرفت؟ صديقنا حسن قبل ما يطلع فكر، قال لو أنا مثلا طلعت رأسي راح أوقع وأتعور، صح؟ فلازم أفتح الجامات ومن بعيد يجيني الهواء. أحسنت. وننصح كل أطفالنا الحلوين أنهم من ينزلون الجامات أو شبابيك السيارة ما يطلعون رأسهم منين؟ من نافذة السيارة. ليش؟ لأن احتمال أي جسم يجي ويرتطم بينا. وصديقنا عندنا محمد من بغداد، ونقول السلام عليكم. صديق السلام عليكم صديقنا محمد. مرحبا محمد. يا أهلا وسهلا. يلا محمد عبد الله من بغداد، أنت بيا صف الثالث؟ لا، ابتدائي لو متوسط؟ ابتدائي. ابتدائي. كتاب العلوم عن شنو يتحدث؟ ها، شنو المعلومات بكتاب العلوم عن الحيوانات وعن النباتات؟ الحيوانات. الحيوانات. فإذا حيكون برنامجنا وأسئلتنا سهلة. هسه نروح للأسئلة. السؤال الأول مع صديقنا حسن. السؤال يقول: ما هو لون جلد الدب القطبي تحت فروهم الأبيض؟ تحت الفرو، يا لون البني أم الأسود أم الأبيض؟ لون جلده تحت الفرو بني. دقيقة دقيقة، البني أم الأسود أم الأبيض؟ الدب القطبي. دقيقة دقيقة دقيقة، احنا يعني دقيقة ركز وياي، البني أم الأسود أم الأبيض؟ الدب
الأسود. الأسود نثبت؟ متأكد؟ إجابة صحيحة. صديقنا أحسنت. لون جلد الدب القطبي تحت فرو الأبيض يوجد شنو؟ جلد لونه أسود. السؤال يقول من هي الحيوانات من الحيوانات السامة هي أو هو الأسد؟ الأسد لو الأفعى الباصقة أم التمساح؟ ها؟ الأفعى الباصقة. نثبت؟ تكيد نثبت. إجابة صحيحة. حسين دخل اسمك كان بالقرعة. أصدقائنا يا صديق المستكشف، نعم، فين أكو حيوان ثاني هم سام؟ أي. تدري شنو هو الحيوان الثاني أيضا سام؟ يعني هي أفعى. أكو حيوان ثاني تعرفه؟ عنكبوت؟ لا. العقرب. إجابتك صحيحة. إجابة صحيحة. يلا مع صديقنا وياك صديقنا عباس. عباس ألو. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عباس شنو اسم بابا؟ حيدر. عباس حيدر. عباس يا صف؟ سادس ابتدائي. جاهز؟ جاهز للسؤال؟ جاهز. خلنا ننتقل للسؤال. صديقنا عباس نصل صوت التلفزيون وسمعنا من الموبايل. نعم. السؤال يقول حيوان يخزن الطعام في جسمه، هل هو الفيل أم الزرافة أم الجمل؟ الجمل. أها الجمل. الثبت. متأكد صديقنا؟ نثبت. أثبت. يثبت. إجابة صحيحة. أحسنت. حسن أسأله وين يخزن الجمل الأكل؟ يعني عنده مخزن؟ في السنام. ما شاء الله صاحبنا وصديقنا إجابته صحيحة. أحسنت. يلا خلينا نشوف السؤال الثاني. يقول لك السؤال الثاني يقول حيوان كثير اللعب والمرح، يعني يلعب كثيرا، هل هو النمر؟ يحب اللعب. والدب الباندا أم فرس النهار؟ يحب اللعب دائما يلعب. الدب الباندا. أنت متأكد؟ متأكد. يقول متأكد. خلينا نشوف. يا سلام صحيحة. يا سلام. خلينا أسولفكم شوي عن الدب الباندا. يا صديقي الدب. نعم. الباندا هو مفترس أم حيوان أليف؟ يعني ما بينه وبين، يعني مرات يجي ومرات يجي. أي ليش دب الباندا بالفترة الأخيرة من حسوا أنه الصين أنه يتعرض للانقراض سولفت محميات وبدأوا يربوهم، فمن بدأوا يربوهم فكان تعايش أكثر شيء حاليا صار مع الإنسان، ولهذا السبب وهو من الحيوانات اللطيفة جدا عندما يكون صغير، لكن من يكبر يتجنبوه شوية. ليش؟ لأن احتمال يكون مفترس. أحسن. عرفت؟ نعم. هسه عندنا اتصال. أصدقائنا الأطفال الحلوين، جرت القرعة. من فاز ويانا؟ عباس حيدر. ألف مبارك من كربلاء المقدسة. فاز ويانا بجهاز اللي هو شنو جهاز؟ جهاز تابلت. أحسن. تقدر تستلم القرعة من مقر قناة كربلاء الفضائية في الإبراهيمية. أحسنت يا صديقنا وألف مبارك. ونقول لأصدقائنا نلتقيكم في يوم الأربعاء القادم. نقدر نقول مع السلامة. مع السلامة. أنا مستكشف صغير، طفل بطموح كبير، يدفعني حب الترحال لأجوب سهولا وجبال وأعود بعلم غزير. أنا مستكشف صغير، المستكشف الصغير.